من القدس دانا أبو شمسية. دانا، ماذا بشأن توالي البيانات الإسرائيلية حتى هذا التوقيت؟ صفي دانا ماذا يدور في الإعلام الإسرائيلي في هذه الأثناء التي نتحدث فيها؟ نعم، بعد التحية نبدأ في آخر بيانات جيش الاحتلال الإسرائيلي، وقال أن ضمن عملية السهم الواقي يتحدث عن مهاجمة جيش الاحتلال في هذه الساعة وفي هذا التوقيت تحديدا لأهداف تابعة للجهاد الإسلامي في قطاع غزة. وحسب ما أورد الإعلام العبري يتحدث عن شهيد وأربعة جرحى على الأقل جراء هذا العدوان الأخير. كل ما يحدث اليوم على أرض الواقع هو ترجمة فعليا أن إسرائيل لا تريد الذهاب إلى التهدئة أو إلى وقف إطلاق النار أو حتى يعني الالتزام بهذه الوساطات التي تحاول الوصول إلى وقف إطلاق النار تحسبا لأي اعتداءات أو ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة. قبل قليل كنا قد تحدثنا أن الإعلام الإسرائيلي يتحدث أن هنالك تسريبات وأنباء عن دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في ساعات الفجر أو حتى في ساعات الصباح الأولى لهذا اليوم، وأن لم يكن هنالك في الساعة هذه أي وقف نار أو أي. هذا التسريب جاء من خلال وسائل الإعلام الإسرائيلية؟ صحيح، نتحدث أن وسائل الإعلام العبرية قالت أن هنالك تقديرات سياسية إسرائيلية تقول أن وقف إطلاق النار لن يدخل حيز التنفيذ إلا في ساعات الصباح أو في ساعات متأخرة من فجر هذا اليوم. لم يتحدث عن هذه الساعة التي نتحدث فيها أو عن التي قبلها أو حتى التي بعدها، بل رجحت هذه التقديرات السياسية الإسرائيلية رفيعة المستوى بأنه إن كان هنالك وقف لإطلاق النار فسيتم في ساعات الصباح الباكرة. هذا يعني إعطاء مجال أكثر ووقت أكثر لطائرات الاحتلال وهذه الغارات الإسرائيلية أن تتوغل أكثر وأن تستمر في سياسة الاغتيالات التي بدأتها منذ فجر أمس والتي طالت ثلاثة من القادة في سرايا القدس الجناح العسكري. هل دانا هذا هو السبب أو هذا هو التحليل بشأن هذا التسريب الذي أشرت إليه في وسائل الإعلام الإسرائيلية، أم أنها فترة اختبار لأن منعوا من قطاع غزة قالت أن الساعة ويزيد قليل يشهد قطاع غزة حالة من الهدوء النسبي؟ هل هذه أو هذه التسريبات التي تتحدث عن هدنة قد تبدأ مع فجر هذا اليوم أو مع تباشير الصباح هي حالة اختبار لعدم إطلاق صواريخ فيكون أمام السلطة الإسرائيلية حينها أن تعلن أنها دخلت في هدنة حقيقية؟ هل هذا التحليل يجوز أن يضم إلى سابق التحليلات الذي سبق وأشرت إليه؟ هناك بعض التحليلات أو حتى الكثير من هذه التحليلات وفق خبراء عسكريين في داخل الأراضينا المحتلة. أول هذه التقديرات والتحليلات تقول أن إسرائيل تحاول استفزاز الجهاد الإسلامي وفصائل المقاومة لإلغاء حالة هذه الترقب والتأهب التي تعايشها المنظومة العسكرية الإسرائيلية وحتى مستوطني الغلاف وحتى من يقطن في بلدات وأحياء إسرائيلية بعيدة نوعا ما عن القطاع. هذه أول التحليلات تقول أن كل هذه العملات وكل هذه الضربات المتتالية من قبل الاحتلال الإسرائيلي جميعها فقط لاستفزاز الفصائل الفلسطينية لإتمام هذا الرد والخروج من حالة الصمت الفلسطيني والتأخر في الرد. بعض التحليلات ترجح بأن إسرائيل غير معنية بالذهاب إلى حرب وأن تستمر إلى عدة أيام خوفا من تزامن هذه الضربات من قطاع غزة في الأسبوع القادم مع مسيرة الأعلام ومسيرة توحيد القدس التي يدعو إليها آلاف من المستوطنين وأن تدخل القدس في داخل هذا الصراع وفي داخل هذه المعادلة ما يفتح جبهات حرب أخرى على المنظومة العسكرية الإسرائيلية. آخر التحليلات تقول أن إسرائيل تحاول استغلال كل الوقت لضربات وشن أهداف كثيرة لها في داخل القطاع لا سيما استمرار استهداف حركة الجهاد الإسلامي وفي كل ضربة وفي كل عام تجدد هذه الضربات تتوقف وتلتزم بهذه الهدنة ومن ثم تخادع إسرائيل حركة الجهاد الإسلامي وتنفذ عملية اغتيال في الصفوف الأولى لقادتها. الهدوء الحذر الذي جاب القطاع والذي خيم أيضا على القدس وعلى المستوطنات المحيطة فيها وحتى على الحدود مع قطاع غزة كان هدوء حذر، ولربما كل هدوء نشهده
يبقى بعد هذا الهدوء هنالك تصعيد إما من المقاومة الفلسطينية وإما أيضا من طيران الجو الإسرائيلي الاحتلالي. لذلك بعد هذا الهدوء الحذر وبعد يعني وجود شكوك لدى الفلسطينيين أو لكل من يتابع ما يجري اليوم يقول أن لربما إسرائيل ستلتزم بهذا وقف إطلاق النار، أو أن هذه تباشير خير بأن إسرائيل أو أن هنالك ضغوطات جدية تفرض وتمارس على الحكومة الإسرائيلية الالتزام بوقف إطلاق النار، إلا أن إسرائيل ترجع وتجدد هذه الهجمات من خلال استهدافها لمواقع تقول أنها تابعة لخلايا تابعة للجهاد الإسلامي. هذا يتوافق مع ما أعلن نتنياهو في خطابه مؤخرا وجالنت بأنه لن يكون هنالك وقف لإطلاق النار في الفترة القريبة، وأن إسرائيل ستمضي قدما في يعني التخلص من كل الأهداف التي قد تهدد وتزعزع أمن إسرائيل وأمن سكانها. نعم دانا لو تتكرمي نعم أنا أعتذر هنا للمقاطعة، هل من رواية إسرائيلية متماسكة تحكي لماذا حالة الاستهداف أو أن حركة الجهاد الإسلامي ارتقت على سلم المستهدفات الإسرائيلية داخل قطاع غزة؟ هل من رواية تتحدث عن الأسباب حول ذلك؟ صحيح، ننوه في بداية الأمر أن هذه العملية تمت بشراكة من جيش الاحتلال والشباك الإسرائيلي. دخول الشباك الإسرائيلي يعطي قوة وموازنة لهذه المعادلة. أن يتدخل الشباك الإسرائيلي والمخابرات الإسرائيلية هذا يعني أن هذه العملية مخطط لها منذ وقت، وما أكده الإعلام الإسرائيلي ومصادر رفيعة المستوى في داخل الحكومة الإسرائيلية بأن نتنياهو كان قد وافق على عملية الاغتيال بعد زيارته لمقر الشباك في تل أبيب الأسبوع الماضي. هذا يعني دخول الشباك أن الأهداف أو الأسماء التي تم اغتيالها هم مطلوبين لدولة الاحتلال منذ فترة، وأنهم يشكلون خطر على أمن الاحتلال. الرواية الإسرائيلية سواء ما صدر على الصحف ووسائل إعلام إسرائيلية أو ما صدر من مكاتب وبيانات جيش الاحتلال أو حتى الشباك والشرطة الإسرائيلية والمنظومة كلها ونتنياهو وكل هذه المنظومة العسكرية قالت أن استهداف الجهاد يأتي لأن الجهاد هو من يتحمل مسؤولية إطلاق الصواريخ الأسبوع الماضي على المستوطنات في غلاف قطاع غزة. جالنت قال أنني لن أسمح بأن يكون هنالك خوف وهلع للأطفال الإسرائيليين في تلك المستوطنات، وأن من تسبب في حالة عدم الأمان هذا يجب أن يحاسب عليها. في منظور آخر سياسة الكين بمكيالين واضحة باستهداف المدنيين في قطاع غزة. المبرر الأساسي لدى حكومة الاحتلال ولدى الجيش الاحتلال في هذه الضربة بأن الجهاد الإسلامي هو مسؤول عن إطلاق الصواريخ الأسبوع الماضي، عدا عن ذلك تورط كما قالوا قادة الجهاد الإسلامي الاستشهاديين الذين ارتقوا شهداء نتيجة هذا العدوان بأنهم كان لهم علاقة في تجنيد منفذي عمليات في الضفة الغربية أو حتى في القدس، أو نقل أموال لفصائل المقاومة ووجود علاقات لهؤلاء القادة مع قادة من خارج فلسطين المحتلة. كل هذه السيناريوهات وكل هذه التبريرات كانت وقد وضعتها إسرائيل والمنظومة الأمنية العسكرية لتبرر استهدافها لحركة الجهاد الإسلامي، ولربما أرادت أيضا الاستفراد بهذه الحركة كونها حركة الجهاد الإسلامي كانت مؤخرا في الحرب التي شنت عليها كانت قد استفردت في الرد ولم تدخل معها باقي الفصائل في عملية الرد على الاحتلال الإسرائيلي، لذلك حاولت أن تعيد هذه المرة إسرائيل ذات الضربة بأن يكون اغتيال لقادة الجهاد الإسلامي وأن لا يكون هنالك رد مشترك، إلا أن هذا ما فاجأ المنظومة العسكرية بتأخر الرد والتي كل الترجيحات تقول بسبب وجود غرفة عمليات مشتركة